احنا شغالين في الخامات الأولية لتصنيع المنتجات الجلدية، أي حاجة بتخص صناعة الجلود زي الخيوط، زي الكلل، زي النعال، زي الحاجات الداخلية، مقويات، رباط، شرايط. احنا شغالين، احنا جيل ثالث، معروفين ان احنا بنجيب انضف الحاجات. احنا بنستورد من ايطاليا ومن تركيا، ومؤخرا اضطرينا ان احنا نستورد من الصين علشان نجاري السوق المصري، لان هو في اخر 5 سنين اتجه للمنتج الصيني علشان السعر، طبعا التكلفة اقل كتير ما بين التركي وما بين الايطالي وما بين الصيني. وطبعا دي حاجة مش كويسة ان احنا نتجه للمنتج الصيني، لان المنتج الصيني مش بكفاءة المنتج التركي او الايطالي او السوق الاوروبي عامة. ولكن هو ده كان الحل، ان احنا لازم نستورد من الصين او من ايطاليا او من تركيا، لان مصر فقيرة جدا في تصنيع الخامة الاولية للصناعات المكملة. وبذلك احنا ما بنعرفش ننافس مع اي منتج اخر، المنتج الكامل احنا ما بنعرفش ننافس ولا مع الصيني ولا مع التركي ولا مع الفيتنامي، لان هو متحكم في الخامة الاولية. انا بستوردها من عنده، فبدفع عليها جمرك، بدفع عليها شحن، بدفع عليها ضريبة مبيعات، كل ده تكلفة محطوطة على الخامة الأولية، بتتحط على المصنع قبل ما يصنع المنتج الجاهز. فإزاي هو هينافس بخامات مش بتاعته، مش خاماته، دي خامات مستوردة. فالمشكلة في الأول وفي الآخر هي مشكلة تعليم. لو احنا اهتمينا بالتعليم المهني والتعليم الفني، والدولة ابتدت تساعد المصانع اللي هي تبتدي تصنع خامات أولية، هنقدر ننافس. التصنيع المصري غير مؤهلة للتصدير، وده بيرجع ان احنا بقالنا فترة كبيرة جدا في مجالنا ما بنصدرش. فعشان كده المصنع المصري اللي بيعمل الخامة الأولية مش عايز يطور من نفسه، لان هو ما بيبيعش غير المصنع المحلي، والمصنع المحلي ما بيأكدش او ما بيراجعش على كواليتي معين او على كفاءة معينة من الخامة. فهو ده المتاح. طبعا اللي انا عايز اقوله ان الانسان المصري لازم يبتدي يراعي ضميره شوية في شغله، لان البلد مش هتقوم الا بشبابها. الحكومة مش تعمل كل حاجة، الإنسان المصري لازم يراعي ضميره في شغله وفي بيته وفي حياته عامة، لأن إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإحنا يعني نتمنى إن الإنسان المصري يعي إن هو قاعد على، أو إن هو ورث أرض من أجمل بقاع العالم، ولكن احنا مش حاسين بقيمة الأرض اللي احنا عايشين عليها. احنا ربنا أكيد ادانا كنز، بس احنا مش عارفين نستثمره.